الناس ديال الثانية مرحبا بينا عندكم، ما كاينش شي واحد في طنجة وما كيعرفش الثانية. ريت الثانية والله تهاني، هذه الطريق اللي كتجي من طنجة بالية معروف، وهذا الشارع اللي كيجي من منار يعني تاهو معروف. والحاجة غادي نشوفوا شحال الناس كيتابعونا من الثانية، وهذه بين احسن حومات دينا ديالنا في طنجة. الحومة مكالمية ومفاجة، الحمد لله ملي ربي كيرحمنا الدنيا كترجع بالكولور. اللي كانوا كيقولوا لي اجي الثانية انا جيت. الحومة أغزالة ونقية، عنجي نسكن في هاد الحومة ونهني راسي. هانا أخي خادر عينك وشوف الحومة كيفاش عامل. هاد الناس هادو كيشوفوا بلايا بحال السلام عليكم. وهاجي نقول لك هاد الزنقة هادي عرفتي فين جات يا سنكمل، ويقول لي شي واحد على شي وار رجع رجع الزنقة ما كتصفيش. حومة جات مبنية بواحد الطريقة مزيونة وفيها ما يتشف. اش عجبوني هاد الناس هادو، حيت حدا باب عنده تسيساع كيغرس شي حاجة. دابا غنشوفو هاد الدار هاد، رجو هاد بريمة دالما، أي واحد إلا داز فيها العطاش عادي يشرب منها. أجي واش كاينة في الحومة ديالكم هاد بريمة دالما؟ باقي شي واحد كيعملها؟ وهادي اللي ما خصناش ننساو أخوتي، هما ملي نشوفو شي مقابر نقولو الله يرحم جميع المسلمين. أجي نقولك واش كتفكر في الموت ولا غي أنا اللي كنفكر فيه؟ وعاملة مزيانة ومتخافش، متسرقشي، متظلمشي، متسعداشي. آه يا الدق او الله الحومة ما عادي يا خوتي. انسينا كسبان بلايا مرشا العوام الحومة تشوك الشرف. تبارك الله ملي طاحت الشتا الدنيا بقات كتخدر، كطيح الشتا ضروري ما بقى نوريكم الخضورة ان شاء الله. هانتوما خوتي شفتوا الطريق ماشي معدلة، يعني ما كاينه لا بيستا ما كايناش ديك الغايس، واخا كاينه الشتا. اجي معايا دابا تشوف احنايا رجعنا وشوف المدرسة كيفاش عامل. تقولي مدرسة بريف، وهذا عندهم السوق ديال الحومة. الناس ديال الحومة هما اللي غايقولوا لنا هذا السوق فوقاش كيعمر. وهادي هي فارماسية الثانية، باش الا بغيتيها شي نهار بيرمانوس كتكون عرفتيها فين جات. وهاد الحومة هادي فيها مواصلات، يعني كاينة الترامبية كاينة التاكسي. انا والله تعجبتني. اجي نقول لك واحد الهضرة، حنا طنجة واشني معروف علينا وبطبيعة الحال المغرب كامل ماشي هي طنجة، هي كنتعاونوا مع بعضيسنا. هادي الترامبية 14، هادي عندها إبريان الثانية هي 3 دراهم و50. راه هو بحر كيبان لكم واقيلا حيتاش الجو مغير. احسن ديكور اخوتي ديالي تقدر تشوفو في طنجة. ودابا جات الساعة اللي غادي نتعرفو على عمر. قبل ما نبداو ملي كنشوفو شي شاب طنجاوي طامع كيتقاتل من اجل المستقبل ديالو، انا ونسينا وهذاك واخر ما علينا الا ندعو بالتيسير ونبينو ولد المدينة ديالنا في طنجة. يعني الدراري خاصها تخدم على راس، وجميع البرميات تقدر تدوزهم هنايا، دو الطونوبر دو الموتور دو الكار دو الرموك اي حاجه. دي رساله الدراري الثانيه ودراري طنجه باليه، معروفين الدراري هادو عندهم مواطر بزاف. تهانا مع راسك اخاو ديالي، هم مدرسه عمر قربات عندك. اجي عدل برمي باش ترتاح مع راسك. اجي دابا نضربو شي باسيو ونشوفو الجديد عمر شني كاين. جي جيت مشخص في الريسبسيون ياك، مرحبا بكم. كاينه موطع اللي ترتاح فيه وتقهوى وتكالما مع راسك عاد تبدا قرايه. شي هذا يلا بدينا كاينه ما يتشف. باش نزيدو نتعرفو على المدرسه اكثر ضروري غادي نصورو اي حاجه. جاب الماتريال اباقي جديده الخاو، اخر ما كاينه في السوق. واحد الحاجه غادي نقولها لكم دابا، هذه هي الاداره عمر اللي دخلت تجلس في ديك الكرسي عرفتي شني قال لي. وواحد الهضره مهمه وهي اللي غادي نبارطاجيها معاكم باش كلشي غادي يفهم. بزاف د الناس كيخافوا يعدلوا البيرمي، كاين اللي قاري وكيخاف، وكاين اللي خصو يعمل البيرمي وكيقول انا ما قاريش. ما قاريشي غايجبر الصعوبات في الاسئله. انا غنزيد نفهمك باش تعرف كيفاش. غندخلوا للقسم هنايا كيقدر يشرح لك اي حاجه، وهاد البلازما هادي كيفهمك فيها بزاف ديال الحاجات كيما كتشوفوا دابا معايا. كيوري لك التشوير الطرقي كيف على اليمين على الشمال، كيوري لك داكشي بالتدقيق. انا في هادي عجبني الحال بزاف، حنايا بغينا نشوفو اي واحد تمنى يكون عنده بيرمي يشبر بيرمي ديالو. تقيسه ما جاش استيتو، جا كبير تبارك الله واسع، يعني عنده واحد الطريقه ديال الشرح مزيونه وبزاف. ملي عجبتني هاد القضيه قلت ضروري ما نبارطاجيها مع الناس ديالي. يعني في هاد الفيديو هذا قدرنا الناس اللي خوفانا تقوس بيرمي تستغل الفرصة وتجي تعدل بيرمي عند عمر. الناس اللي عندها بيرمي تجاوبنا على هذا السؤال ويشوفني واش انا جاوبت على جواب صحيح ولا غلط، فجاوب في الكومنتر. دابا جات الساعة اللي غنصور هاد الناس هادو كيراجعو من بيسيات، اي حاجة ما فهمتيهاش شي حاجة كيشرحوها لك بالتدقيق. ودابا اجي نشوفو الطونوبر اللي غادي نتعلمو فيها التعليم السياق. وهانتوما الخوتي
طونوبر مشى خصا اوبيرا الخاوة ضروري. عمر جا وجمع الجديد جا دوفلوفي الوكاية وبقى بميكا وتبارك الله زعما الحومه منوع. خرجنا وعملنا واحد الجوله خفيفه فنا على الثانيه وانا غادي نخلي الباج ديالو باش اي واحد بغى يسقسه كن عنده وهضر معه. الا بغيتي تجي عنده هالعين. ودابا جات الساعه اللي غادي نوري لك الطريق باش ما عادي تتسلف شي مر. هذه هي العقبه ديال الثانيه وركز معايا وفهمني باش تعرف الماحل فين جا. الا بغيتي تسقسي تهضر معاه انا غادي نطاقي الصفحه ديالو كل عنده وقول له انا جيت من طرف ابراهيم وان شاء الله يا ربي ما يكون عيل خير. سوما كنشكركم بزاف على اي حاجه كنعملها كتعجبكم وكتايدوني عليها وانا ما نقدرش نوريكم شي حاجه اللي هي خايبه. دابا كيبان العنوان مضبوط وعرفت الموطع فين جا بالضبط. وشكرا بزاف للناس ديال الثانيه وعنده بلايك فين ما مشيتي يعني ما غتسلفش. هو جا على الشارع يعني ملي غتبقى طالع نيشان ما عندك فين تسلف. كتوصل لهاد المقابر اللي هنايا كتزيد هي واحد الشويش كتجبر بلاكا هي الاولانيه وكتجبر مدرسه تعليم السياق. كنشكر اي واحد شاف هذا الفيديو بارطاجه عمل شي كومونتير مزيان. وما كنتمنى لكم التوفيق والسعاده في الحياه دي.